انا مبسوط ان انا يعني تصير حفلاتي حدث، وهذا هذا 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 اكثر شيء يسعدني. قلت يعني مستحيل يبون البحرين، بس مسرح الدان يابو فرحوكم. اي والله نشوف الحضور ما شاء الله كثير جدا وكثيف، اعتقد ان اليوم الحفله راح تكسر الدنيا مثل ما يقولون، بس بالخير. من السعوديه. اي خصوصا للحفله. متحمسين؟ اي والله اكيد. ما الحمد لله، حتى سعرها كانت ممتازة، الموضوع يعني كله يهون لعيون عبد المجيد. شو الأغنية اللي تحبينها حق عبد المجيد؟ يا طيب القلب. أنا من أشد معجبين عبد المجيد.